المسح الأرضي. نظام المسح الأرضي هو نظام جديد كلياً بأجهزة ميجا ديتكشن الجديدة بتكنولوجيا جديدة ومطورة. يساعد هذا النظام المستخدم على مسح الأرض وإنشاء رسم بياني ثلاثي الأبعاد على شاشة الجهاز أو عبر الكمبيوتر اللوحي التابلت. يمكن لهذا النظام أن يجعل البحث والعثور على الدفائن والتجاويف الموجودة تحت الأرض مثل الأنفاق والسراديب أمراً سهلاً للمستخدم بسرعة أكبر ودقة أكبر. تركيب الجهاز. أولاً، قم بتوصيل وحدة VSC. ثانياً، استخدم مقبس الطاقة الموجود أسفل الوحدة الرئيسية لتوصيل البطارية. ملاحظة: قم بالتأكد من إغلاق قفل علبة الهوائيات حتى تكون ثابتة أثناء الاستخدام. اختيار النظام. لبدء استخدام نظام المسح الأرضي، حدد هذا النظام من القائمة الرئيسية. ثم اختر الجهاز الذي سيتم عرض النتائج عليه. تحديد التابلت في هذه القائمة يعني أنه يمكن للمستخدم رؤية النتيجة على جهاز الكمبيوتر اللوحي المرفق مع الجهاز الذي يتضمن تطبيق مالتي فيجوال أنالايزر لعرض النتائج بشكل رسومي. الإعداد لعرض النتائج على شاشة الجهاز. وضع المسح. في هذه الشاشة يمكن للمستخدم اختيار وضع المسح، وهناك خيارات. أولاً، الوضع اليدوي. يقوم المستخدم بإجراء عملية المسح يدوياً، أي يسجل القياسات يدوياً عند كل نقطة مسح. ثانياً، الوضع الأوتوماتيكي. في هذه الحالة يقوم الجهاز بإجراء المسح أوتوماتيكياً بدون تدخل المستخدم، حيث يقوم بمسح النقاط تلقائياً مع فاصل زمني بين كل نقطة. فقط يلزم الضغط على زر البدء عند الانتقال بين الخطوط. لاختيار وضع المسح المناسب، استخدم مفاتيح الأسهم يمين أو يسار، ثم اضغط مفتاح أوكي. مسار المسح. في هذه الشاشة يمكن للمستخدم تحديد اتجاه مسار المسح الذي يشتمل على خيارين. أولاً، اتجاه واحد. يتم إجراء المسح لكل خط بنفس الاتجاه، أي تكون اتجاه إجراء المسح وفق خطوط متوازية وبينها مسافة. ثانياً، تبادلي. في هذه الحالة يكون بداية خط المسح التالي عند نهاية خط المسح السابق مع ترك مسافة، أي أنه يتم مسح كل خطين متتاليين باتجاه معاكس. لاختيار وضع المسح المناسب، استخدم مفاتيح الأسهم يمين أو يسار، ثم اضغط مفتاح أوكي. قياسات منطقة المسح. يمكن للمستخدم اختيار أبعاد منطقة المسح باستخدام هذه الشاشة، وهي خطوط المسح، وهو عدد خطوط المسح، ويمكن تعيينه باستخدام الأسهم أعلى أو أسفل، ثم اضغط على مفتاح أوكي. الارتفاع، وهذا الرقم يعبر عن عدد خطوات أو نقاط المسح لكل خط، ويمكن تغييره باستخدام الأسهم أعلى أو أسفل، ثم الضغط على مفتاح أوكي. عندما يقف المستخدم بشكل مستقيم في منطقة البحث، فإن كل خطوة يقوم بها للأمام تسمى الخطوة. وفي كل مرة ينتقل فيها المستخدم إلى اليسار أو اليمين تسمى الخط، أي ينتقل إلى خط مسح جديد. نقطة البداية. هنا يمكن للمستخدم تحديد نقطة بداية المسح ضمن المنطقة، وهناك خيارات. يسار، تكون بداية المسح من الزاوية السفلية اليسرى لمنطقة المسح. يمين، تكون بداية إجراء عملية المسح من الزاوية السفلية اليمنى لمنطقة المسح.
لاختيار وضع المسح المناسب استخدم مفاتيح الأسهم يمين أو يسار ثم اضغط مفتاح OK. المسح. بعد الانتهاء من ضبط جميع الإعدادات السابقة تظهر للمستخدم شاشة تظهر الإعدادات المختارة عبر الخطوات السابقة، ويمكن الضغط على الزر الموجود أسفل الشاشة اضغط مفتاح OK لبدء المسح لبدء عملية المسح فعليا. كيفية الاستخدام. أمسك الجهاز على الشكل الآتي وتأكد من أنك تمسك بالجهاز مثبتاً بجسدك دون تحريك، ثم قف على نقطة صفر أو نقطة البداية في منطقة المسح واضغط على زر البدء الموجود أسفل مقبض الجهاز. حافظ على ارتفاع الجهاز أثناء عملية المسح بثبات وفق مسافة ثابتة تقريباً عن الأرض. تأكد من تسجيل نقطة المسح عند كل نقطة بالضغط على زر البدء في حالة الوضع اليدوي قبل الانتقال إلى النقطة التالية. يجب مراعاة الحد الأدنى لمساحة منطقة المسح المستطيلة الشكل، حيث يجب أن تكون بأبعاد 3x3 متر على الأقل، ويفضل أن تكون أبعد منطقة المسح 3x3 أو 6x6 أو 9x9 مع الالتزام بمسافة 30 سنتيمتر بين كل نقطة مسح. تابع المسح خطوة بخطوة وفق لمسار المسح الذي حددته، اتجاه واحد أو تبادلي. بعد اكتمال كل خط من عملية المسح سترى تنبيها على الشاشة يعني أنه يجب عليك بدء خط جديد للمسح. قم بتغيير موضعك إلى بداية الخط التالي ثم اضغط على زر البدء الموجود أسفل مقبض الجهاز. على الشاشة تظهر نافذة تضم شبكة من الخلايا حسب عدد الخطوط والخطوات المعينة سابقا. في الجزء الأيمن يمكنك رؤية معلومات حول الخطوة الحالية وخط المسح الحالي وقيمة رقمية للحساس أثناء عملية المسح. عند اكتمال عملية المسح سترى تنبيهان على الشاشة يفيد بأن عملية المسح قد اكتملت، اضغط مفتاح OK للخروج. أثناء عملية المسح سترى تغير لون كل خلية من الشبكة حسب نقطة المسح الحالية وفقا لألوان مختلفة. يمكن للمستخدم معرفة ما إذا كان هناك هدف تحت أرض المسح أم لا من خلال لون كل خلية. ملفات المسح. يمكن اختيار خيار ملفات المسح من القائمة الرئيسية ثم الضغط على مفتاح OK فتظهر شاشة جديدة. تتضمن هذه الشاشة قائمة بجميع الملفات المحفوظة التي يمكنك فتحها ومراجعتها. تظهر نافذة منبثقة تتضمن 3 خيارات: فتح، حذف، إلغاء. حدد الخيار ثم اضغط مفتاح OK. خيار خطوط الشبكة. هذا الخيار يقوم بإظهار أو إخفاء خطوط الشبكة التي تمثل منطقة المسح، حيث كل خلية منها تمثل خطوة مسح واحدة، نقطة مسح. اختيار خلية من الشبكة. استخدم هذا الخيار لاختيار خلية معينة من شبكة منطقة المسح. بعد الضغط على رمز البحث استخدم مفاتيح الأسهم على لوحة المفاتيح لاختيار خلية محددة، وللعودة إلى أدوات المسح اضغط على زر الرجوع. تصفية الألوان. استخدم هذا الخيار لإخفاء أو إظهار اللون الأخضر والذي يمثل أرضا عادية، وهذا مفيد في إظهار المناطق المفيدة من منطقة المسح التي تتضمن أهدافاً معدنية أو فراغات. نسب الألوان. تمثل أشرطة الألوان 3 الأحمر الأخضر والأزرق النسب المئوية لكل نوع هدف داخل الخلية المحددة من منطقة المسح. المتوسط. يمثل هذا الحقل قيمة متوسطة لجميع القيم في النقاط المكتشفة. عندما يتم التحديد على الخلية قيمة العمق سوف تظهر ضمن شريط المعلومات السفلي، ويمكن للمستخدم رؤية العمق في كل خلية بواسطة هذا الخيار.